السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الزوجة اللي ضربها الزوج ديالها بمطرقة الراس وكان غادي يقتلها. طاحت مسكينة الأرض، جات اختها بغات تنقذها، ولكن الكارثة هو انه قتل لها اختها من بعد ما بقات يضرب فيها مسكينة وقجها بواحد الزيف. هادشي كامل على قبل الخدمة مع 5 الصباح. هادشي طرا كتقول له انه تخدم، ما بغاش، قالت له نخدم انا. هادشي علاش طرات هاد الجريمة هادي. نخليكم اخوتي تسمعوا على لسان الزوجة كيفاش حتى طرا هاد او حتى وقعات هاد الجريمة. المهم انا راجلي قتل لي اختي هاد الصباح مع 5 ديال الصباح. المهم تخاصمنا على الاقل على حساب الخدمة. صافي انا عندي معاه ول، صافي ولا مش الحبس اختي مات. المهم ما في الصباح قلت لي بغيت نمشي نخدم، هو قال لي لا، قلت لي سير نخدم، قال لي لا. صافي ضربني انا راسي وملي بواحد البسيطه، وملي طحت جات اختي باش تحتقني وهو يرجع ليها كيضرب فيها حتى مات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكما كتشوفوا الزوجه مسكينه اهتزت نفسانيا، وهاد الزوج هذا اللي مقابل غير النعاس، ما باغي لا يخدم لا يردم، وباغي يحكم والمراه تكون عنده عبده. فالله ياخذ فيهم الحق بحال هاد الاشباه ديال الرجال. والاخت مسكينه ديالها الله يرحمها ويساليها، مره اخرى كنطالبوا بعقوبه الاعدام، لان هي الحل الوحيد لردع مثل هاد الاشخاص.